السلام عليكم. أنا غاليلو وقد بلغت 70 من عمري، سجين راكع أمام فخامتك والكتاب المقدس بين يدي، ألمسه بيدي، أرفض وألعن وأحتقر القول الخاطئ الإلحادي بدوران الأرض، وأتعهد مع هذا بتبليغ محكمة التفتيش عن كل ملحد يوسوس له شيطانه بتأييد هذا الزعم المضلل أو المضلل، خاف يزعلون النحويين ويجوز خطأ هنا بالحالتين اللفظ. المهم، كان قبل تقريبا 20 سنة شاب صغير في العمر لكنه بسيط في التفكير جدا. ذهب هذا الشاب الصغير في العمر والبسيط في التفكير لزيارة مرقد الإمام الحسين. توجد مساحة بين مرقد الإمام الحسين وأخيها أبو الفضل العباس، تقريبا هذه المساحة 300 متر 250 متر تقريبا، ربما أكثر أو أقل. هذا الشاب قرر، اللي أعرفه معرفة شخصية، قرر أنه يزحف من مرقد الإمام الحسين إلى مرقد أبو الفضل العباس أخ الإمام الحسين، زحف على بطنه. لا أعرف، يعني هناك ناس هم أقلية يرغبون لهذا كذا أمور. وفي منتصف المسافة تعب هذا الشاب، وعندما قرر أن يعني يتخلى عن هاي الفكرة نهض، وإذا الحشود الموجودة أو الزائرين الموجودين في الساحة يهبون إلى تقبيله واحتضانه وكذا، اعتقدوا أن هذا كان معاق، ببركة الإمام نهض. احتاج إلى وقت كبير حتى يفهمهم أنه ليس معاق، وإنما يعني هو ناذر أن يعمل هكذا شيء. وأخبرني أحد الأشخاص المقيمين في كربلاء أن هناك رجل كبير كان جالس على كرسي متحرك ويدفعه يعني ابنه، إلى أن اقترب من مرقد الإمام الحسين فنهض هذا الرجل لاحتراما للمقام، فنهض لتأدية الزيارة، وإذا بالحشود أيضا يعني يلتفون حوله معتقدين أن هذا الرجل قد كان معوق لا يقدر على الوقوف، وببركة الإمام وقف. وأيضا احتاج إلى وقت حتى يدركون أنه الرجل لا يستطيع أن يمشي، ولكنه ممكن أن يقف أو ممكن أن يمشي خطوات بسيطة. الحقيقة هناك رغبة عارمة عند العوام للبحث عن معاجز بشكل يصل إلى حد الجنون، إلى حد الهذيان، علما أن الكل يعرف أنه، أو ليس الكل، المعروف أنه صاحب القبر عاش ومات بشكل طبيعي، جاع وتعب وتأذى من كلام، من سجن، من قتل، ولم تتغير له قوانين الطبيعة، فكيف هو ميت منذ آلاف السنين؟ هؤلاء البسطاء يعتقدون أن الله ممكن أن يتلاعب بقوانين الفيزياء كيف ما شاءوا هم من أجلهم، والحقيقة لو أن الله فعل ذلك لأغلقت كل المشافي والمختبرات. الله لن يغير قوانين الطبيعة، لكن عليكم أنتم أيها الناس السذجاء والبسطاء أن تغيروا من مواقفكم الذهنية. كيف تغيرون ورجال الدين يعززون هذا الوهم في داخل رؤوسكم؟ في كل يوم العالم المتحضر يبتكر ويخترع ألف معجزة، ونحن نبحث عن معاجز عند
الأموات، مهما كانوا هؤلاء الأموات محترمين ومقدرين. بقية المسلمين الآخرين أيضا لديهم هوس مقارب، هو هوس الإعجاز في القرآن الكريم. والمصيبة أنه المشاهدين والمستمعين والناس تصدقهم بدون دليل. هؤلاء الذين يتحدثون عن إعجاز في القرآن الكريم هم يكذبون من أجل دين الله، بالحقيقة هم يفترون الكذب على دين الله، ولا أحد يحاسبهم. وهنا أسألكم بربكم، من هو الناصح؟ أنا الذي أريد أن أجعل لكتاب الله مكانه وقدسته الخاصة، أم من يكذب على الله من أجل أن يقنع الناس أن دينهم هو الدين الصحيح وبقية الأديان هي خاطئة؟ هناك من يبحث عن اسم الله في تفاحة، عن اسم الله في نخلة أو في شجرة أو كذا. كل شيء يا أخي، كل شيء في هذا الكون هو عبارة عن معجزة. أصغر حبة رمل هي معجزة. الباحثين عن المعجزات أمام أبواب قبور الأولياء والباحثين عن معجزات في الكتاب المقدس هم صورة طبق الأصل عن بعضهم، وكلاهم لا يختلفون في قليل أو في كثير عن ما يفجر نفسه في الأسواق، إلا بالدرجة، وإلا كلاهما نفس النوع. هذا الانتحار يقف هنا، وهؤلاء البسطاء يقفون هنا، اختلاف بالدرجة فقط. كلاهما من حيث أنه كلاهما واقع تحت تأثير سيطرة رجال الدين، سيطرة عقلية يتلاعبون بعقله كيفما أرادوا. تخيل لدرجة أنهم يسألون رجل الدين عن الجائز والما جائز أثناء ممارسة الجنس مع زوجته. يعني فعلا الناس فسخوا الحياة من رؤوسهم، لا خجل ولا حياء ولا عقل ولا إرادة، وكأنهم قطيع من خرفان. يعني هي عملية حيوانية، أنت زوجتك وحر يعني، وأنتم أحرار وموضوع يخصكم خلف الأبواب المغلقة، أنت تسأل رجل دين عن هذه الأمور، ألا تخجل من نفسك؟ يعني وماذا سيجيبك رجل دين؟ هل سيبحث لك عن آية عن الوضع الفلاني وكذا؟ تخيل أناس مسلمين أمرهم إلى رجال الدين بشكل اللي هو الانتحاري، كيف يأتي ويفجر نفسه؟ هذا أيضا سلم عقله لرجل دين. وهناك من يسأل أحد المؤسسات الدينية في الإمارات، هل يجوز الذهاب إلى المريخ؟ وكأنه إحنا بإمكاننا أن نذهب إلى المريخ، نحن الذين لا نرى أبعد من طرف أنوفنا. غاليليو اللي استهليت محاضرة اليوم بهذا الكلام سنة 1616 من الميلاد، عندما أصدرت الكنيسة مرسوم ببطلان النظرية اللي تقول بحركة الأرض لأنها تناقض الكتاب المقدس، وهو اللي اضطر العالم غاليليو أن يقسم أمام محكمة التفتيش بالبراءة، أنه يتبرأ من هذا الاكتشاف، وأنه مجرد شياطين ظهروا في تلسكوبه، ولولا أنه البابا كان زميله لكان أعدم. هكذا هو الجو العدائي اللي كان في القارة الأوروبية، بل في كل مكان جو عدائي من الدين ضد العلم. ليس الدين دين الأنبياء، وإنما دين المؤسسات الدينية. هاي نقطة جدا مهمة، ليس دين الأنبياء وإنما دين المؤسسات الدينية. هذا هو الجو اللي كان في أوروبا، ها هي حقيقة الكهنوت بكل زمان وبكل مكان، عداء مع كل شيء جديد من أجل الدين. بالعالم الإسلامي لا يوجد إنجاز علمي لم يتم تحريمه في عهد الدولة العثمانية، من الطابعة إلى الصحف إلى الإذاعة إلى التلفزيون إلى الدراجة الهوائية إلى المدارس لأنها يعتبرونها الدرس كيمياء وفيزياء، وهي كلها محرمات، إلى مدارس البنات، إلى كل شيء تم تحريمه. لكن انتصر العلم، انتصر في أوروبا بعد أن تم تعظيم دور العقل، قدرة العقل، بعد أن تم الإيمان بقدرة العلم على العطاء المستمر لخدمة البشرية، حتى بات العلم نسيته مثل المقدس في حد ذاته، وحل محل المقدس الديني. وعلى أثرها شهدت أوروبا تغيير في كل مفاهيم العصور الوسطى البالية القديمة، مفاهيم تغيرت للعلم والدين إلى غير رجعة. الغريب أنه لحد الآن في مجتمعاتنا تتم إعادة تأويل الدين ليتوافق مع المكتشفات الهائلة. انتهت فترة العداء،
وبدل أن يأخذ الدين جانب جانبه الروحي ويأخذ العلم جانبه في الحياة، لا، الدين المؤسسات الدينية تريد العلم خادم لها. فهناك كتب وخطب دينية، مقالات في الصحف، في التواصل، في مواقع التواصل الاجتماعي، برامج تلفزيونية وغيرها وغيرها، كلها تتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن. حدث هذا يحدث في نفس الصحف اللي تم تحريمها من قبل هاي المؤسسات، بأجهزة التلفاز اللي تم تحريمها، اللي كانت محرمة سنين وسنين، ومن أصبحت حلال أصبحت تجعل من الدين مطية تجعل من العلم مطية لهم. هناك اليوم في العالم الإسلامي الكثير من، ما أذا أطلق عليهم، مثقفين متدينين ويحملون شهادات أكاديمية في أمور علمية، لكنهم يقولون متدينين. هؤلاء المتدينين يعملون على تطويع الدين للمكتشفات العلمية، وكل ظنهم أنه هذا راح يعزز مكانة الدين في النفوس، لدرجة أن كثير من المفكرين الإسلاميين قاموا بإعادة الكتابة العلمية بصورة دينية، وهم كثر يملؤون الفضائيات ومواقع التواصل. هذا الإنجازات اللي حققها العالم الغربي ليست اعتباطا وليست عن طريق الكتب الدينية، بل قام بتجارب علمية بعد عناء طويل من البحث والتقصي، وبعد خزين معرفي من علماء سبقوا فشلوا فصعدوا على أكتافهم علماء آخرين نجحوا، بعد خدمات جليلة من أناس عاشوا بقرون من فيثاغورس إلى أقليديس إلى إبقراط، وتوصلوا إلى اكتشاف علمي وعصارة لكل من تقدم من الناجحين من العلماء الأعلام، وأيضا من الفاشلين من العلماء اللي ما استطاعوا أن يحصلون على النجاح في اكتشافاتهم. هاي الاكتشافات العلمية اللي توصل إليها العالم الغربي هي على سبيل المثال، مثلا عندما تأتي إلى أنه الاكتشاف العلمي يقول أنه توجد ثقوب سوداء في الكون، هاي الثقوب السوداء الموجودة ممكن تلتهم نجوم، ممكن تلتهم مجرة كتلتها أكبر من كتلة هاي الشمس مليارات المرات، والغريب أنه حجمها بحجم ملعب كرة القدم، إلها قدرة على التهام مجرة كاملة، بل حتى أن الضوء لا يمكن الهرب منها. هنا سيقوم هؤلاء المتدينين بالقول أن هذا الاكتشاف موجود في الكتاب المقدس، الآية 16 من سورة التكوير، الآية اللي تقول فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، على اعتبار أنه هاي الثقوب السوداء تقوم بكنس النجوم والكواكب والمجرات، يعني بس يريد يقال فتشي منها قريب من هذا، كلام لغوي متقارب، هاي انتهى الوضع. ونعود إلى خيبتنا، ويعود العالم الغربي إلى مختبراته واكتشافاته. مثلا كان الاعتقاد السائد سابقا هاي العقلية القرو أوسطية أن الله رتب الكواكب والمجرات والنجوم مثل ما أنت ترتب حديقة بيتك، فتضع شجرة هنا وتضع فسيلة هنا وإلى آخره. لكن نيوتن اكتشف أن الأمر ليس كذلك، اكتشف أنه هناك قانون ينظم حركة الكواكب، ينظم الأمور بين الكواكب والمجرات، اسمه الجاذبية، قانون الجاذبية. وسارت البشرية على هذا القانون قرون، حتى اكتشف أينشتاين أن الكون عبارة عن نسيج يشبه السجادة، تسبح في هذا النسيج مثل المسبح كل الكواكب والمجرات. هذا النسيج الكوني هو، وهنا راح يتصدى هؤلاء المتدينين للقول بأن هذا النسيج مذكور في القرآن اللي هو الحبك، الآية 7 من سورة الذاريات، والسماء ذات الحبك. فالحبك هو النسيج الكوني اللي يتكلم عنه أينشتاين. في كل مرة يكتشف العالم الغربي شيء، يقوم هؤلاء المتدينين بأن هذا الشيء موجود في الكتاب المقدس. الذرة هاي اللي موجودة وتفتر حول الإلكترون، اللي أيضا قال لك هي هاي موجودة بالقرآن، من يعمل مثقال ذرة خير يره، ومن كلمات، يعني مجرد كلمة هنا تشابه ويا كلمة علمية، قال لك هي هاي نفسها. غالبية الناس البسطاء ليس عندهم دراية بالعلوم والمكتشفات، والمصيبة أنه هؤلاء المتدينين يعني يطقطقون تلك الأوهام على مسامع البسطاء،
على سبيل المثال منها أنه كانت ناسا عندما صعدوا الرواد للقمر وجدوا شق القمر حتى تأكد الآية القرآنية في سورة الانشقاق. طبعا لا أحد بإمكانه الذهاب إلى أمريكا ومن هناك يذهب إلى وكالة ناسا حتى يدخل للاستعلامات ويسألهم أنه فعلا هاي الآية، هم الغير متفرغين لهكذا هراءات. يا أخي تحس أنه هناك عالم كأنه يجلس في مختبر ليبتكر اختراع جديد يفيد البشرية، وواقف وراءه معمم يقول له اسرع بإنجازك حتى أحضر آية تحكي عن هذا الإنجاز، آية في الكتاب المقدس الذي أنا أتبعه، سأجد أي آية حتى ندعي أننا سبقناك. حتى لو نبقى 1000 سنة العلم يكتشف ويبتكر ويخترع، والمتدينين راح يثبتون أنه هذا الكلام موجود قديم. هاي مصيبتنا، لا أعرف هل هي خاصة بنا كمسلمين أم هي في كل الأديان الموجودة. الغريبة أنه أحد رجال الدين يقول إذا ثبت صحة نظرية التطور فعندنا آيات في القرآن الكريم تثبت نظرية التطور، وإذا ثبت عدم صحة نظرية التطور عندنا آيات، يعني هي قصة الخلق أصلا ماشية، تثبت لك عدم صحتها. يعني هذا الكلام يعني من المعيب أن يصدر من رجل ينتمي إلى مؤسسة عريقة. فإذا كان كل ما يقوله الكتاب المقدس القرآن الكريم، طيب أنتم لماذا لا تتابعون هذه الاكتشافات، تأخذون هذه الملامح؟ هاي معلومة على طبق من ذهب، لماذا تتركون الآخرين هم يكتشفونها بدلا عنكم وأنتم نيام؟ هل تكفي بضعة كلمات لكي يكتشف الإنسان هذا الفضاء الخارجي؟ لولا التلسكوب اللي اخترع غاليليو لن نعرف أبدا شيئا، ولولا أرسطو وكوبرنيكوس وبرونو ونيوتن وديكارت وليبنز وباسكال وكبلر وأينشتاين لا ما استطعنا أن نفعل أي شيء. طيب هنا سؤال، ماذا لو كانت نظرية الثقوب السوداء خاطئة؟ يكتشف العلم أنه إحنا كان عندنا تصور خاطئ عن الثقوب السوداء، ماذا ستفعل؟ هل ستترك الكتاب المقدس؟ هل ستعترف بخطأه؟ أم ستجلب آية قرآنية أخرى تخبرك عن أن الثقوب السوداء خاطئة؟ أنت وضعت القرآن الكريم على المحك، لأن ربطته بآية، ربطته بعلم، ربطته بنظرية. هاي النظرية غير ثابتة، لا توجد نظرية ثابتة. أنت كتابك المقدس كتاب ثابت إلى احترامه وإلى تقديره، يخاطب النفوس ويخاطب الروح. النظرية العلمية هي مجرد يعني فد شيء صحيح الآن، ربما يثبت خطأه مستقبلا، وياما وياما نظرية تثبت خطأها. فلماذا تضع القرآن الكريم على المحك؟ من الذي يدافع عن القرآن الكريم، أنا أم أنتم المتدينون؟ آية قرآنية تملأ لك، هاي الكلام يملأ لك التواصل الاجتماعي، وهذا شيء يقرني. مثلا كثير يكتبون أنه السماء بنيناها وأننا لموسعون، ويقصد بها التوسع الكوني، الانفجار الكبير، أنه الكون يتوسع ويكبر بسرعة مذهلة، بسرعة الضوء. لكن ثبت أنه الكون ينسحق، في حالة انسحاق. فلماذا تربط هذه الآية بالنظرية ثبت خطأها؟ التوراة والإنجيل والقرآن الكريم كلها كتب مقدسة لتوحيد الله، نشر العدالة، للحرية، الحرية بين البشر، احترام الآخرين، وليست كتب تفاضل وتكامل وفيزياء. لا يوجد يقين، لا يوجد يقين، هناك تحدي جازم بصدق هذا الخبر أو ذاك. بينما هذا الشيء ترفض العلوم الطبيعية، ترفض علوم الفيزياء لأنها عبارة عن أمور ظنية، عبارة عن أمور نسبية. بينما القرآن الكريم كتاب إلهي المصدر، ولا يوجد في إعجازه نسبية. لكنت سأصدق هؤلاء المتدينين لو أنهم لمرة واحدة، مرة واحدة فقط اكتشفوا أن فد شيء علمي قاله كتابنا المقدس قبل أن يتم اكتشافه علميا. يجب أن نفهم أن الشريعة ليست علوم فيزياء، القرآن الكريم ليس كتاب علم، وحتى الإشارات العلمية الموجودة في القرآن الكريم هي بالصورة إجمالية يدركها الراسخون في العلم، لأن القرآن
ليس بصدد بيان هذه المواضيع، إنما هذه الإشارات العلمية تشير إلى عظمة العلم الإلهي غير المتناهي. وشكرا لكم.